السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معي مجددا في قناتي لمسات سعاد. اليوم عندي لكم حلوى ديال كوك بسميدة، كتجي رائعة. هي معروفة من الحلويات المغربية المعروفة، كتجي معلكة ومزيونة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، ويلا معايا نشوف المقادير والطريقة ديال التحضير. بسم الله، عندنا هنايا 3 بيضات، 250 غرام ديال الكوك النوع الجيد اللي كيكون يدم، كاس الا ربع ديال الزيت، 250 غرام ديال السميده رقيقه، شويه ديال الملحه، معلقه ديال الكونفيتور. عندنا هنا النكهه ديال الليمون، يمكن لكم تستغنوا عنها. عندنا 5 غرام ديال الخميره، ما نعملوش هذيك كامله. وعندنا هنايا 250 غرام ديال السكر، يمكن لكم توضعوا غير 200 غرام. كناخدو قصعة أو المول اللي غنعجنو فيه، كنوضعو البيض، قبيصة ديال الملحة، نزيدو السكر، ونحاولو نخدموهم مزيان حتى كيولي مرغوي شوية، كيولي بحال لون كريمي شوية، تدك السكر كيدوب مع البيض. ثم كنضيف الكوكو، او الكوك لان حنا في الشمال هنا كنقولوا الكوكو. ثم كنزيد كاس الا ربع ديال الزيت، كنضيفو ملعقة ديال الكونفيتور، كنعاودو نخدموه مزيان. كنزيدو ديك النكهة، كنعملو راس معلقة صغيرة. ثم كنبقاو نضيفو في السميدة رقيقة، كنضيفوهاش مرة واحدة، كل مرة كل شوية كنزيدو منها شوية. ثم كنزيدو الخميرة، نقص 5 غرام، يعني ماشي ديك الخنيشه كلها. كل مره كنزيدو كنخدمو العجينه. ثم كنزيدو داك الباقي ديال السميده وكنعجنوها مزيان، هيدا حتى كتجمع. كناخدو شويه ديال المزهر، كنعملوه في اليد ديالنا باش كنكورو داك الحلوه، كنصنعو منو كويرات صغيره او متوسطه الحجم. في هاد الاثناء كنشعلوا الفران ونخليوه تيسخن مزيان، حتى نبغيو ندخلوا الحلوى كننقصوا العافيه مزيان من التحت، وكنخليو الحلوى من التحت، يعني العافيه تكون عليها من الفوق. صافي، كنفندو في السكر كلاصي مزيان، كنضغطوا عليها واحد شويه، ماشي بزاف، غير شويه، وكنخليو اتساع بيناتها لان غادي تهبط مازال شويه. وحاولوا يكون النوع ديال السكر كلاصي يكون نوع جيد باش كيبقى فيه هذاك السكر من الفوق، ما كيتشربش دغيان.
فهذا كنخشوه في الفرن بحال اللي قلت لكم من التحت. هالحلوة ديالنا كتجي رائعة، لا شكلا ولا مذاقا، كتجي معلكة من الداخل. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجدوها في هاد المناسبة العيد الاضحى ان شاء الله الاحباب والاصدقاء ديالكم، وبشركم مبروكة وعيدكم مبارك سعيد، الله يدخل عليكم الصحة والسلامة، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله، وشكرا جزيلا.